إلقاء القبض على 20 عنصرا من داعش ومقتل آخر خلال عملية الأمن الدائم بمخيم الهول شمال شرقي سوريا. حقوقيون وأكاديميون في ألمانيا يقدمون شكوى جنائية ضد أردوغان ومسؤولين أتراك لارتكابهم جرائم حرب في شمال وشرق سوريا. النيابة العامة في الحكومة السورية تصدر مذكرة بحث واعتقال بحق 100 من المشاركين في احتجاجات السويداء جنوبي البلاد. المرشح الجمهوري دونالد ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على حساب الديمقراطية كامالا هاريس. مقتل وإصابة العشرة جراء غارات إسرائيلية على بعلبك والهرمل في لبنان، وحزب الله يطلق صواريخ على شمال ووسط إسرائيل. الجيش العراقي ينفي صحة التقارير التي تتحدث عن استخدام إيران الأراضي العراقية لشن هجمات على إسرائيل. سلطات النظام التركي تعتقل مراسلة وكالة المرأة في باتمان وتحظر المظاهرات في جنوب شرق البلاد.